ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوة الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الحديث نوع آخر من الحديث، هذه الليلة ليلة أخرى، لأنها مع أشرف إنسان وأعظم إنسان وأكرم إنسان وأجل إنسان وأحلم إنسان لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي زكى الله سمعه وبصره ومنهجه وأخلاقه وطريقته وعصمه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الإنسان العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم نقف معه وقفة في ليلة الجمعة، وهي ليلة فاضلة. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. أيها المسلمون والمسلمات، طيبوا أوقاتكم وعطروا أنفاسكم واعملوا مكانكم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا أعظم الإنسان؟ زكى الله أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يمدحه، الله يثني عليه، هو بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم يخلقه، يصطفيه، يهديه، ثم يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، وسوف يأتي لها شرح. زكى الله دعوته، قالوا: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولم يجعلها لعالم أو شيخ مستقل أو داعية أو مصلح أو مجتهد إلا له صلى الله عليه وسلم. زكى منهجه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى منطقه قال: وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس في الأمة أحد له هذه المنزلة من الناس، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلى الله عليه بنفسه المقدسة تولى الله الصلاة عليه قبل الملائكة والمؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله وسلم دائما وأبدا. أثبت الله نبوته عن طريق البشر، عن طريق الإنس والجن والحجر والشجر والمطر والخشب والطيور والبهائم، فكانت له أكثر من 1000 معجزة. بعض العلماء من علماء الإسلام أثبت له 1000 معجزة، وأعظم معجزة له معجزة القرآن الذي تحفظونه وتتلونه، وهو الذي جمعنا من الشرق والغرب، الأبيض والأحمر والأسود، من كل قارات الدنيا. أما التفصيل فإليكم البيان. إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام بطريق الإنس، شهد بنبوته صلى الله عليه وسلم من عاصره من الصحابة ورأوا معجزاته بأبيه صلى الله عليه وسلم، وسوف أذكر لكم وقفات مع قصصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. عمير بن وهب، احفظوا هذا الاسم، اسم لامع في فجر الدعوة والهجرة والجهاد. كان فدائيا فتاكا، يعني إذا ذكر الفتاك الذي يدبر الاغتيالات، هذا عمير بن وهب القرشي من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عند قريش مهمة قتالية يريد اغتيال أحد، تصفية أحد، تصفية جسدية، قال: وين عمير بن وهب؟ رجل جسيم، جثة، عضلات، متدرب، عاش في الصحراء مع الثعابين، مع الذئاب، مع النمارة، يعني مرة جاهز، لا يخاف، يمكن يخاف الأسد وما يخاف، يخاف الذئب ما يمكن ما يخاف. هزمت قريش في معركة بدر، لأن الملائكة شاركت مع الصحابة فهزم الله قريش، حتى يقول حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. انهزمت قريش، كانت 3000 وأكثر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 314 فقط. فهزم الله كفار قريش، قتل 70 وأسر 70، عادوا بالهزيمة، جروا أذيال الخزي إلى مكة لأنهم يعبدون الصنم من دكوا. قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ما هي حيلة قريش؟ لابد يذهبون للفدائي. ذهب غنيهم، تاجرهم صفوان بن أمية، عنده ذهب وفضة، سبائك طبعا، تاجر رحلة الشتاء والصيف، عنده كانون، يعني عنده مخازن من سبائك الذهب والفضة. فأتى في ليلة مقمرة تحت ميزاب الكعبة، يدبر الآن الحيلة والاغتيال والطريقة. وسكت هو وعمير ابن وهب يتكلمون نجيا، يتكلمون سرا. قال صفوان بن أمية:
أما ترى ما فعل بنا محمد، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وأبوه أمية المكتوب في بدر، أمية الغني أبو صفوان. قال فما الحيلة؟ قال تقتل محمدا. قال وأهلي وأبنائي؟ قال الأهل أهلي والدم دمي والهدم هدمي، وهذه لك كذا وكذا من الأموال. قال دعني. فمكث شهرا يسقي سيفه السم حتى صار السيف أزرق، ثم ذهب إلى المدينة ليرتكب أعظم، مثل ما قال مشايخ العلماء، أعظم جريمة في التاريخ قتل هذا الإمام، وأبشركم أنه عصم في حياته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان قبل ما تنزل هذه الآية في المائدة عنده حرص على الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص الأسد الحصور، هذا صاحب القادسية قادسية الإسلام، عن يمينه. قيس بن سعد بن عبادة الفدائي الثاني عن يساره. بعض الصحابة خلف عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت الصورة والله يعصمك من الناس، الآية والله يعصمك من الناس، قال دعوني أيها الناس اتركوني لعصمة ربي تولى الله حفظي. فكان يخرج وحده، يقول بوصيري كأنه وهو فرد من جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي، وقلت إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدر وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلست فناظر منظر حسن ولا تبوه بالقول السلفمي. عمير بن وهب الفدائي القوي، هذا الجبار البطاش، انطلق إلى المدينة 10 أيام، يمشي في النهار ينام في الليل. دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معه السيف متوشح، قوي البنية، جبار عنيد قوي. رأى عمر بن الخطاب فقام عمر يقابله، قال يا رسول الله هذا عمير بن وهب، تعرفون طبعا في مكة، السر في وجهه. قال دعوه يا عمر. قال يا رسول الله متوشح بالسيف. قال دعوه يا عمر. فأقبل الرجل يريد يسل سيفه ما استطاع، يريد يعني يسوي حركة أمام رسول الله ما استطاع، أخذ يرتجف عمير، أصابته حمى وأخذ يخاف. قال صلى الله عليه وسلم مجلس. قال ماذا أتابك يا عمير بن وهب، تعرفون طبعا في ملاعب مكة ومراتع مكة وشاب عشر سوا يعني كانوا شباب، ماذا أتابك من مكة؟ قال جئت يا محمد أفادي، شوف كيف لف الموضوع تمام بسرعة، يعني جئت أفادي الأسرى الذي عندك، الأسرى أريد أخرجهم المسجونين 70 يعني أسير. أتيت من أجل الأسرى؟ قال نعم. قال كذبت، بل جلست أنت وصفوان بن أمية تحت ميزاب الكعبة ليلة كذا يوم كذا، فقال لك نفس المكالمة وقلت له كذا، وما كان الله ليسلطك عليه. قال من أنبأك بهذا؟ من خبر؟ قال خبرني العليم الخبير. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال انطلق إلى النخل واغتسل وتعال. فاغتسل وأتى يتوضأ، والوضوء علمه الصحابة الوضوء يتقاطر من لحيته، فعاد عبدا ولد من جديد مؤمنا صادقا مجاهدا مهاجرا. قال والله يا رسول الله لا أقف موقفا، ما أقف موقفا تبغضه إلا وقفت موقفا يؤيدك تحبه. فصار جنديا من جنود الإسلام مهاجرا مجاهدا وقتل شهيدا. هذه مسألة من يعني هذه من ضمن مئات القصص في شهادة الإنس للرسول عليه الصلاة والسلام. كلكم يسمع بحديث وابص بن المعبد وهو في صحيح مسلم، وله قصة في السنن. وابص هذا أتى من الصحراء يريد يمتحن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن عرف ما عندي فهو نبي. فأتى يشق الصفوف بعد صلاة الفجر، ولما وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وابصة، يقول صلى الله عليه وسلم الاسم وابصة بن المعبد، لم يره صلى الله عليه وسلم من قبل اليوم ولا سمع بمثل به ولا رأى وجهه. قال نعم أنا وابصة يا رسول الله، وابصة أنا وابصة بن المعبد. قال جئت تسأل عن البر والإثم، هذا في 40 نووية، سؤالك ترى في صدر، جئت تسأل عن البر والإثم والسؤال عندك؟ قال نعم والله يا رسول الله جئت أسأل عن البر والإثم. قال البر ما اطمأن إليه القلب واطمأن إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. أما الجن فقال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا. من منكم لم يقرأ سورة الجن؟ من منكم عاش مع سورة الجن في أدائها في جرسها في قوتها في تأثيرها؟ الجن
يقولون عن القرآن العربي المبين الفصيح إن سمعنا قرآن عجبا. وأنا أقول لكم اليوم قد كتبها كتاب ودباء معاصر وفلاسفة، والله إنه عجب، والله إنه عجب في أسلوبه وفي تأثيره وفي بيانه وفي لغته وفي قوته وفي أسره، والله إنه عجب هذا القرآن عجبا. الجن حتى هم يعجبون، ما شاء الله، الجن عاشوا القرآن، سمعنا القرآن عجبا، فشهدوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحولوا دعاء. الذي يسمع كلامي وحضر مجلسي مشكورا ماجورا يحبكم في الله، نريد ان ينطلق داعيه كلنا دعاه الى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. انا امامي ويسمعني من شعوب العالم، انا متشرف اني رايت اتباعه صلى الله عليه وسلم من شرق الصين، انا وصلت قبل سنه لا انجو شرق الصين، ووصلت غرب اوروبا، يعني شرق الكره الارضيه وغرب الكره الارضيه، والله اني رايت بعيني الثنتين مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامر حتى يبلغ الليل والنهار. اني رايت بعيني مبالغ ما بلغ الليل والنهار، وان رايت الساجدين في اوروبا وفي اسيا وفي افريقيا وفي امريكا، وانتم تعلمون اتباعه الان في اوروبا اكثر من 40 مليون من العقلاء من امثالكم والاساتذه والدكاتره والمخترعين والمكتشفين والمصلين الذين يتبعون هذا النبي الاعظم، وهذا يظهر نبوته للعالم بأبيهم صلى الله عليه وسلم. أما الحجر ففي صحيح مسلم، انتبه للنسبة، في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل النبوة بالنبوة. يمر صلى الله عليه وسلم يعرف الحجر في منعطف طريق، إذا مرت الحجر: السلام عليك يا رسول الله، كذا يقول أعرفه عليه الصلاة والسلام، يقول أعرف الحجر أنه يسلم علي بالنبوة، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. الشجر في صحيح مسلم عن جابر قال: ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء لقبائل الحاج، قال: يا جابر ادعوا لي الشجرتين. في صحيح مسلم قال: فقلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوان بمن تقترب. قال: والله إن أتت تخداني وتشقاني الأرض حتى التفت على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى عادت إلى أماكنها، وجابر يقول: والذي أعطاني بصري وأخذ بصري عمي من بعد، إني رأيتهما بعيني. في صحيح مسلم الخشب كان له منبر صلى الله عليه وسلم، قبل المنبر كان يعتمد على جذع النخل صلى الله عليه وسلم، جذع نخل قديم كان يعتمد عليه ويخطب الناس في مسجده. المسجد طبعا من طين شماسي نصفه مكشوف، فكان يخطب الناس على هذا الجذع ويعتمد عليه. بدا له صلى الله عليه وسلم ان يتخذ درجات حتى يرتفع قليلا ليراه الناس. قال لامرأة الأنصارية في صحيح البخاري هذا: مري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا، أن يصنع لي منبرا ابنك النجار. شوف المواهب، صناعة الحياة كما يقول الراشد، شاركوا. هذا النجار خدم الدين، يدخل الجنة بمطرقته بفأسه. فصنع منبرا ثلاث درجات. صعد صلى الله عليه وسلم الدرج الأول فقال: آمين، والتفت. ثم صعد الثاني فقال: آمين. ثم صعد الثالث فقال: آمين. ثم جلس. قالوا: أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: قل آمين من أدركه رمضان فلم يغفر له أرغم الله أنفه. قل آمين. قلت: آمين. أرغم الله أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قل آمين. صلى الله وسلم عليه. أرغم الله أنفه من أدرك أبويه وحدهما فلم يدخل الجنة. قل آمين. قلت: آمين. ثلاث هذه. ولما بدا يخطب اتى جذع النخله يثور بالبكاء يصيح، جذع النخله الشجر هذا في الصحيحين تمام. فنزل فسكنه، قال: ان هذا يعني استوحش او بكى او وجل لما كان يسمع من الذكر، والناس يسمعون ويرون ويشاهدون، اكثر من 1000 من الصحابه يرون هذا المشهد امام عيونهم. اما الاخير فمشهد المطر الغيث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. كان يخطب عليه الصلاه والسلام المنبر يوم الجمعة في المنبر، السماء صحو في شدة الحرب، صيف قيض، ليس هناك رياح عاتية، وليس هناك سحب ولا أمطار ولا غمام. والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في موضوع آخر عن الإيمان، فيدخل أعرابي أتى من الصحراء، حيث صحراء العرب، الصحراء القاحلة اليابسة في قحط شديد، ماتت مواشيهم من شدة القحط، ماتت الإبل، ماتت الغنم. فصاح الأعرابي، جاء من المجاعة طبعا، يعني قحط سنة شديدة، يقول بعض الصحابة رأينا مثل الدخان على الأرض. فصاح الأعرابي يقول من جهة باب القذافي، يعني دار أخرى بناها عمر فيما بعد: يا رسول الله، يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في موضع آخر،
وكان إذا خطب لم يتلعثم عليه الصلاة والسلام، ولم يتوقف، وأفصح من خلق الله وأبلغ من خلق الله، فوقف صلى الله عليه وسلم. وإذا بالرجل يا رسول الله جاع العيال، إذا بيموت الأطفال موت، وضاع المال وتقطعت السبل، فادعوا الله مغيثنا. فقطع صلى الله عليه وسلم الخطبة ورفع يديه الشريفتين الطيبتين المطهرتين، اللهم اجعلنا ممن يصافحه بأيماننا في الفردوس العالم. قال اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. درجة الحرارة حوالي 50 في المدينة في الصيف ولا في سحاب. يقول أنا سجاب والله ما في السحاب، في السماء سحاب ولا غمام. فثارت سحابة كالكف كالترس، وتوسطت المدينة وأزبدت وأرعدت وأبرقت، ثم هلت غيثا، وأخذ يصب سقف المسجد على وجه الشريف يقول أشهد أني رسول الله أمام العالم في السيف. يقول والله ما بقينا شهرا يصب منه السيل وادي قناة، وبقينا أسبوعا لا نرى الشمس، مطر أسبوع ليل ونهار، وفي الجمعة نفس الجمعة الثانية يخطب صلى الله عليه وسلم موضوع آخر، المطر يصب يضرب ينهمر ينهمر، فأرسلنا السماء بماء منهمر، فأرسلنا السماء عيونا. فيصيح العربي يا رسول الله جاع العيال، الآن من الغير ما عاد بيخرجون، ما في سيول وأمطار قبل من القحط، يا رسول الله جاع العيال وضاع المال وانقطعت السبل، سأل الله أن يرفع عنا، يرفع الغيث عنا، يرفع المطر. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم ارفع الغيث عنا أو المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول والذي نفسي بيد الصحابة ما يصير كذا إلا ويأتي الغيث يتحول يمين ويسار، فإذا قال كذا تحول الغيث يمين ويسار، وخرجوا كأن المدينة في الجبة، يعني في ثوب، كأن في بشت في مشلع من الشمس، والشمس ترسل أسعتها، وبقي وادي قناة في المدينة يسير شهرا كاملا بأبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه ثقة الرسالة. ولست عليهم بمسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يا أيها الناس، يا من يتكلم العربية، نعرف أن عندنا عرب وغير عرب، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأعرف أن في المسجد عرب، منهم كان أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأعرف أن عندنا أفارقة منهم بلال بن رباح سيدنا بلال، وأعرف أن عندنا أتراك منهم محمد الفاتح وأكراد منهم صلاح الدين أيوب اللي فتح بيت المقدس، وعندنا أمازيغ منهم طارق بن زياد يوسف بن تاشفين، وعندنا فرس منهم سلمان الفارسي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أعرف ترى الجنة لن تدخل بورقة الأنساب، شجرة الأنساب، لا لا، ترى الجنة ليس فيها فصيلة قياس دم قبل ما تدخل، لا، ترى الجنة ليس فيها جنسية يعطونا فتشوا عند باب الجنة، لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين صلوا، الذين شهدوا، الذين اتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله أسرى لكم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخوتي دعوني أحلق بكم قليلا، عسى الله يفتح علينا فيه، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أقول والله لو أن زعيما أو رجلا مشهورا أو رمزا عالميا قال فيك كلمة حبرها في برواز كنت تباهي بها العالم، أنت لو حاكم كبيرا كتب فيك كلمة في برواز كان الواحد منا علقها في المجلس يباهي بها دائما، ملك القلوب، واحد القهار. يقول لهذا النبي الكريم الذي يمشي على الأرض يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري صلى الله عليه وسلم، يقول إنك لعلى خلق عظيم. تعالي لعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها، تصف تبكي في حياتها حتى تبل خمارها بالبكاء، تتذكر الذكريات مع هذا الإمام الزوج عليه الصلاة والسلام، تقول هي بأبي أمي أمي، يذكرونها تثور تجي القصة كل يوم لا تنسى أبدا. يسقى عهدكم وعهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رايحين، بنتم وبنا فما ابتلت جوارحنا شوقا إليكم ولا جفت ما قينا تكاد، حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا أسأل ولا توسل. تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وميت بأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مات، تبر خمارها بالدموع تلهف، تقول كان يدخل علينا ضحاكا بساما. شوف مشاكل العالم تدار على يديه صلى الله عليه وسلم. في عالم تونسي الطاهر بن عاشور وغيره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل الحياه بعشر شخصيات، نبي، امام، قائد، سياسي،
معلم، مربي، خطيب، قاضي، مفتي، رئيس الخزينة والمال، قابل الحياة عليه الصلاة والسلام وأدار الحياة. يأتي بعد الهموم والغموم فيضحك ضحاكا بساما على عائشة في البيت، تقول: وكان يكون في حاجة أهل يقطع مال اللحم. طبعا تدخل مطبخ، ومطبخ مطبخ الرسول صلى الله عليه وسلم هو غرفة واحدة من طين، إذا مديت يديك فيها خشب وصلت. كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم تبني الفضاء إلى أبراجا مشيدة نصب الخيام الذي من أروع الخيم. عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدم فيك لا في هيئة الأمم. هذا الإمام تأتي عائشة تقطع اللحم، يمسك اللحم معها بيده، يأخذ السكين يقطع، تمسك عائشة، يقوم بالمكنسة يكنس الغرفة، يرتب عليه الصلاة والسلام. قالوا: نبغى حليب، يعني لو طلبت لنا أسامة ولا بلال. يقوم بالصلاة والسلام ويحلب الشام أمام العالم عليه الصلاة والسلام، يجلس على الطين، تقول له عجوز من كنس، انظر له يجلس كما يجلس العبد. قال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يأكل العبد، فإنما أنا عبد. أصلا أنا عبد، يحب المساكين عليه الصلاة والسلام. مباشرة ينزل إلى السوق، عنده صديق بدوي أعرابي يجي من الصحراء اسمه زاهر. الصديق هذا يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بهدايا إقط وزبد وجبنة ولبن وسمن، والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه تمر المدينة، يعني تبادل مصالح، يعني يعطيه هدية صلى الله عليه وسلم التمر ويهديه الثياب ويهديه الدروع عليه الصلاة والسلام بعض الدراهم. قال صلى الله عليه وسلم: زاهر، يقول الصحابة، زاهر باديتنا ونحن حاضرته، وحنا نعطيه من حاضر نعطيه من بادية. نزل يدور صلى الله عليه وسلم على الناس، إذا رأوا كبروا، إذا رأوا الناس يقول عبد الله بن سلام اليهودي العالم الحبر، لما رأيت وجه علمت أنه وجه صادق ومكتوب في التوراة عندهم يقرونه. قال: قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يوم تولى زاهر يبيع على صديقه، يحرك على يقضي سعف في الحراج، يعني يبيع التمر، يبيع السمن، يبيع قصدي اللبن الجبن. فجاء صلى الله عليه وسلم من خلف أمام الناس يرسل رسائل، مسجات، رسائل، معاني، خطب، مواعظ، انظرون، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الإنسان العظيم البصير، الإنسان العظيم السهل، الإنسان العظيم المتواضع، الإنسان العظيم القريب من الناس، فيمسك من وراء بعيني زاهر ويجره ويقدمه ويدفعه أمام الناس. من يشتري مني هذا العبد في السوق؟ من يشتري مني؟ ويتفكك ولي ينفك هذا زاهر، ما يدري ما الذي مسكه، ويحاول يفك فما فك. ثم أطلق صلى الله عليه وسلم يديه فالتفت فإذا هو رسول الله، فأعاد ظهره يلصقه للبركة بصدر رسول الله. قال: يا رسول الله، أجل أنا كاسب عند الله ما دام أنك بتبيعني، أنا يعني ما عندي قيمة، أنا كاسب، يعني أنا يعني بائر عند الله خائب. قال: لكنك عند الله لست بكاسب. يقول العلماء فيها التواضع والممازحة، مخالطة الناس في السوق، كل شيء أعلن إعلان هنا من خلال هذا المنبر. يا أخوتي اسمعوا، ليس في العالم أحد، لا يدعي أحد في العالم، صلاته وضحكه وبكاؤه وطعامه ولباسه ومنامه ومزنه وضحكه وغضبه شريعة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة، إذا ضحك لك شريعة، إذا تبسم شريعة، إذا غضب شريعة، كذا من الله سبحانه وتعالى جعله معصوما. لا مثل، يقول علماء: ما هو الدليل، اسمع، ما هو الدليل على أن من أجنب وهو مثلا مسافر ولم يجد ماء دافئا أو ما يدفي به الماء يجوز له أن يتيمم إذا كان جنوبا؟ اسمع القصة في الصحيح. عمرو بن العاص الداهية، الطمون العرب هذا، خرج بالصحابة، كان يولي صلى الله عليه وسلم حتى من السياسة الشرعية، يولي القوي ولو كان أقل تقوى على التقي الضعيف، حتى أخذوا قواعد هذا المؤرخين من كلام السلام، قالوا كان يولي القوي لأن قوته للمسلمين وفجوره أو نقصه على نفسه، والتقي تقواه لنفسه ونقصه على المسلمين. إذا كان يمكن بعضهم تقي، لكن بعض الناس تقي الآن وورع، لكن لا يدير مدرسة ابتدائية، لو أدار مدرسة خرج الطلاب من النوافذ، ولو توكلوا على خمس من الغنم ضيعها، وهو ولي من أولياء الله، وبعضهم فاجر يدير دولة كاملة. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه، حط عمرو بن العاص على كبار الصحابة، فلما أتى أجنب وأتى إلى الماء وإذا هو بارد ثلج، ما عنده ماء، وفي الصحراء مجاهد في الجيش، فتيمم وصلى
قال الصحابة صليت بنا جنوب ها؟ قال لي لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قالوا والله لنرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعرفوا الحكم رضي الله عنه في بعض الحوادث إلا صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عمر بن العاص صلى بنا جنوب. قال علي به. أتى عمرو بن العاص قال صليت بأصحابك جنوبا؟ قال يا رسول الله أجنبت والماء بارد ولا نار ما أقدر أدفي. فتأولت قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وسكت. انتهى الموضوع. فتوى شرعية بالضحك يجوز هذا؟ لماذا؟ أولا يفتي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم والآية هو الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا يمكن من فكهياته. ثالثا أنه تخلص من الموضوع بفتوى. رابعا أقره صلى الله عليه وسلم بضحكة شرعية سار التوقيع فتوى منه صلى الله عليه وسلم. هذا ليس له ليس إلا هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أنقل لكم قصة على الأطفال. بعض الناس الآن ما يسلم على الأطفال ترى ولا يصافح على الأطفال ولا يتنزل بل يرى نفسه على الخادم. ترى بعضهم الآن إذا دخل على القهوجي ما يسلم عليه. من طبقة يعني متميزة من الجسية فوق اللازم الخادم ما يسلم عليه. القهوجي لا ما يسلم عليه لأنه ما ينزل شخصيته. ما أنت أصلا نحن كلنا الحضور العالم اللي يسمعنا الإسلام ترى نحن كلنا خدام لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تكن تابعا له فعرف أن الطريق ليس بصحيح وعرف أن نهايتك مردية ومذلة ومخزية وأن النجاة في اتباعه صلى الله عليه وسلم. كان في طفل في 4 سنوات اسمه عمير أخو أنس عمر بن مالك وكذا. قال بعض أهل العلماء اسمه عمر لكن حببه صلى الله عليه وسلم فقال عمير. يأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع الأطفال ويأتي في المجلس دائما ويعطي صلى الله عليه وسلم هدايا ويقبله. فقال لي أنس أين أخوك عمير؟ ما رأيناه يعني شوف التفقد الراعي. ترى هذا الحديث في البخاري بوب عليه 3 مرات. باب متى يصح صنع الصغير؟ باب تكنية من ليس له كنية. البخاري العبقري هذا العظيم الذي هو البخاري صحيح البخاري من مفاخر الإسلام من مفاخر العالم يقول هو صحيح البخاري من الأعمال الرائعة الخالدة على مستوى العالم. قال يا قال أنس يا رسول الله مات له طائر في البيت كان يربطه يلعب به فمات فهو حزين. طبعا الطفل كذا عقله. الطفل إذا انكسرت سيارة اللعبة خلاص كان الحرب العالمية الثالثة قامت يمكن. وأحيانا إذا كذا وإذا من فقد الحلاوة بكى. قال صلى الله عليه وسلم قوموا بنا إليه إلى عمير في البيت نسلم عليه. طبعا عزي مات له طائر عنده لعبة. حبس طائر اسمه النغر طائر النخل هذا النغر يلعب به فحبسه بخيط فمات الطائر وهو في الخيط فبقي أضرب عن الطعام طبعا الفرح ما راح إلى المجلس. فدخل صلى الله عليه وسلم عليه وقبله مسح راسه. يا أبو عمير ما فعل المغير هذا بهذا النص؟ يا أبو عمير ما فعل المغير؟ جاء الزنادقة أو الملاحدة وهم موجودون في كل عصر. قول الحجاج بن العقارب ترى حكمة من الله. لا تستغربون أن يوجد زنادقة وملاحدة وفجرة ونجسة في الرسالة. يا أخي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كان يصلي في الصف الأول ترى مع رسول الله وكان كذا هو حتى يرسل الرسالة. قال صلوا صلوا مع ابن القاسم. هو ترى ما يعتقد الرسالة ترى هو يرى النبوة أنه كذوب ما هو صحيح يعني. قال صلوا صح اسمعوا يا ابن القاسم حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم خرج من الجيش رجعوا المدينة قال رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من الأذل. إي والله إذا رجعنا المدينة لنخرج محمد وأصحاب المدينة من أهل المدينة. هو ترى هو من الأوس والخزرج الذين هم الأنصار. كان تعرفون عبد الله بن أبي علشان لا اقترح بمظهري ولباسي وقصري وداري كان صبيحا هو وجسيما طويلا وكان لباسا يلبس حتى الحرير غني هو حتى إذا راح حسان أقبل بس ما عنده إيمان ما عنده قلب ما في نور كل ظلمات بعضهم منافق. كان إذا راح حسان شعر التاو حسان ثابت قال لا بأس بالقؤل من طول من العظم جسم البغال وأحلام العصافير أما الجسم بغل فور هولندي لكن ما في عقل ما في رشد يعني ما دلك الآيات المعجزات لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هذا كله ما أقنعك المعجزات كلها ما أقنعتك كل الذي ترى بعينك تكذب يدغل في الرسالة كل شوي انخذل بثلث الجيش في أحد واسمع الآن وحتى يقول هو قال صلى الله عليه وسلم تخرج معنا تبوك غزوة تبوك قال اذني ولا تفتني أنا رجل هو في 70 من عمره الظالم وظلم عدو الإسلام قال أنا إذا رأيت بنات الروم
أفتتك. الله أكبر، تفتتك يعني تترك الإسلام والهجرة والجهل عشان بنات الروم في السبعين؟ قال أنا ورع ما شاء الله، ورع بأل بأل مظلم. قال ذلني ولا تفتني. قال سبحان الله، أنا في الفتنة سقطوا. يقول ابن ساقط أصلا، أنت راشد أصلا، أنت في الوحل، أنت في الطين والنفاق، أنت تخاف من شيء محتمل أنك متواجه رومية. الله أكبر، من هذا الورع تخاف يعني من النظر؟ وأنت ما خفت على الكفر الذي في قلبك؟ فأخزاه الله وأظل. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام شاهد، قام وسلم في ظلم الشاهد. الملاحدة يقولون أنكم أنتم يا المحدثين ترون حديث في البخاري ومسلم وغيره ما له معنى. وش معنى يا أبا عمير ما فعلوا؟ ليش تشغلون؟ ما فيها معنى. ما وش الفائدة تقول للناس حدثنا فلان عن فلان عن أنس قال زار صلى الله عليه وسلم أبا عمير فقال يا أبا عمير ما فعل المغيرة؟ انتهى الحديث. الشافعي تجرد لهذا الحديث العبقري اللوذعي محمد بن إدريس الآن يتبع مذهبه مقارب 500 مليون في العالم، خرج 20 فائدة. أتبو النقاش الشافعي أخرج 60 فائدة، حررها الحافظ بن حجر في فتح الباري باب الأدب وحبرها وغسلها وطبعها وكواها ووضعها في فتح الباري بحفظ. هو أديب بن حجر وعلامة فتح الباري، الكتاب الذي عجزنا أن نقرأه ألفه في 32 سنة على المقدمة، وشاور في علماء مصر وطغاة مصر ومحدثي مصر، ثم وضعه لنا الآن 16 مجلد بقيمة كيس مندي يقرأه الواحد منكم، يتعشى الواحد منا كيس مندي حنين، ولا يستطيع يشتري فتح الباري ولا نقدر عجزنا أن نقرأه فضلا عن مؤلف مثله. وانظر لعجز الأمة، جمع فيها 60 فائدة. تكنية من ليس له ولد، السجع غير المتكلف، زيارة الإمام لرعيته، تفقد أحوال الرعية، جواز لعب الصبي، حبس طير المدينة للأطفال، التنزل في الخطاب على عقول الناس من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو عمير إلى الطفل، تفقد الأطفال، ذهاب الإمام إلى بعض رعيته دون إذن مسبق، مشي الإمام في حاجة رعيته، مؤانسة الناس وإدخال السرور عليهم، إظهار الأسى لما وقع من حدث نفسه. علمية 60 فائدة تخرج في كتاب. هذا نبينا الكريم العظيم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. دعوني أعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والبسطاء، لأن العظماء لو قلنا والعادي النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأغنياء، يراعي الأثرياء، يراعي الشرفاء، طبعا يجبر خواطرهم، لأن دائما من طبيعة الناس أنهم يراعون الكبار. لكن تعالي للبسطاء الذين عاشوا في عهد صلى الله عليه وسلم. كان زيد بن حارثة مولى خادم أسود في المدينة في مكة، عاش في الجهرية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مع بني هاشم. يقول لقوه في الشام وقيل في قرية من قرى العراق، فأتوا به غلاما فعاش، فصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريب من سن الرسول صلى الله عليه وسلم، صار أخا له، يعني صديق ما شاء الله. زيد وصديق لمحمد، محمد صديق زيد. يأتي زيد في مكة، قال فين صديق محمد؟ قالوا موجود أهله وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتأخر هو، راح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وين صديقي زيد؟ قالوا معك، يذهبون السوق يعطون سوية. نزلت الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه على زيد، قال يا زيد أنا نبئت، جاءني جبريل. قال بماذا؟ قال إني رسول عبد الله. قال أشهد أنك رسول الله. قال قريش ليش تشهد له؟ قال صحبته ليلا ونهارا وحضرا وسفرا، والله ما كذب كذبا ولا غش غشا ولا غدر غدرا ولا رأيت له شيئا يخالف الصدق. أنا شهدت. سمع أبوه أنه في مكة، كان يسأل في الأسواق يا جماعة الخير، يجي في عقاب أبوه وأهله وإخوانه وأعمامه، من وجد زيد بن حارثة ضاع منا وبيع منا في دمشق وقيل في العراق، من وجد زيد بن حارثة؟ قالوا سمعوا في مكة. سألوا وصلوا إلى مكة، وإذا هو يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا زيد هذا أبوك وأنا عمك، وأتينا نأخذك تعود إلينا. فأخبر رسول الله، قال لنا ما أنطلق لأني آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنا صديقه وصاحبه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاروا منه، يا رسول الله ابننا، يا رسول الله هذا أبوه وأعمامه. قال صلى الله عليه وسلم خيروا بيني وبينه. فخير، قال والله لا أقبل ولا أعيش ولا أصاحب إلا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا أذهب معكم أبدا، هو أبي وأخي وهو قدوتي. فمكث معنا هو صديقه، حتى ابن أسامة أتى، قال صلى الله عليه وسلم الحب ابن الحب وأنت الحبيب ابن الحبيب، ويقرب أسامة وكان صديقا له ويحبه، حتى أن أسامة هذا أسألته الألوان والشيء
رضي الله عنه ولله الجيش الذي فيه قبل وفاة صلى الله عليه وسلم، آخر وصية ولاه أن يكون قائد للجيش، وفي الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة. كم عمر أسامة في تلك المرحلة؟ 17 سنة. قال أنت قائد الجيش أسامة. انظر الإسلام الإنصاف والعدل، انظر الإسلام رفعة الإنسان وكرامة الإنسان. فلما تولى أبو بكر الخلافة قال أنا أريد أن أستأذن عمر بن الخطاب، لأنه خلاص أبو بكر أصبح خليفة. والله لننفذن جيش أسامة، نرسل جيش أسامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرسال إلى الشام، أمر بإرسال الجهاد. فأتى أبو بكر إلى أسامة، أسامة ركب الفرس وكان خيالا 17 عمره، وكبار الصحابة معه. قال أتأذن لي في عمر بن الخطاب يبقى معي الوزير الأول طبعا المستشار؟ قال آذن نعم يبقى معك. فأخذ أبو بكر حافي يمشي والفرس يجمع، فرس قوي شموخ سريع رهيب ملتهب، وهذا أسامة يمسك الفرس. المدرب أسامة قوي البنية ترى أسامة، يقول كان يقفز قفزا من الأرض ويقفز قفزا من الأرض على ظهر الفرس، مدرب مرة. قال له قال يا خليفة رسول الله أتمشي وأنا أركب؟ وحافي أبو بكر قال والله أنا نار الحجارة تضرب أقدام أبي بكر الصديق ويمشي حافي يودعه ويقول وصيك خيرا بالمسلمين، الله الله في المسلمين، ويوصيه في الجهاد ويعلمه خليفة المسلمين. قال يا خليفة رسول الله أنا أنزل وأن تركب؟ قال والله لا تنزل والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. الله أكبر، وانت غبرت قدامه كله، الله أكبر، وانت ليل نهار للدعوة، الله أكبر، وحياة كلها جهاد وهجرة وتضحية وعطاء ونبل وفداء رضي الله عنه وارضاه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع زيد وأسامة. الرسول عليه الصلاة والسلام مع بلال، ليس عند بلال قصة جميلة إلا رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلم رضي الله عنه فكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مؤذن الإسلام، لا أرحنا بالصلاة يا بلال، لا تأخر أرحنا بالصلاة، وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معه ربوة الماء، معه العنزة السترة، كان يرى السعادة إذا روج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه ويستشيره ويقدمه ويؤثره ويجعله من سادات المسلمين، ويحبه صلى الله عليه وسلم، ويجتمع الصحابة في مجلس كبير في المسجد فيقول صلى الله عليه وسلم يا بلال، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، حديث الصحيحين. قال دخلت الجنة البارحة إما رؤيا منامية أو حقيقة، فسمعت دفين عليك في الجنة، فماذا كنت تصنع؟ أمام الصحابة، أمام المهاجرين، أمام الأنصار. قال يا رسول الله لست بكثير صيام ولا صدق، ولكني ما توضأت في ساعة، في لفظ بدون هذه الزيادة، ما توضأت في ساعة من ليل ونهار إلا صليت ركعتين نافلة. من عادة بلال كان خفيف اللحم خفيف الجسم يتوضأ ثم يصلي ركعتين بعد كل وضوء في كل ساعة، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حتى لو بعد العصر لو بعد الفجر لها سبب أنك توضأت، صلي ركعتين خفيفتين لو تقرأ كل والله لو بالفاتحة. قال سمعت دفين عليك في الجنة، فماذا كنت تصنع؟ قال ما توضأت في ساعة من النهار إلا صليت ركعتين. هذا الإمام أبو عبد الله بلال الرباح لما توفي صلى الله عليه وسلم فيما يروى ذهب إلى حمص، هو قال لأبي بكر عفني من الأذان، أنا لا أريد أن أذن لأحد بعد الرسول، حاول في الصحابة أقنعوا، وذهب إلى الجهاد، ترى حضر يرموك، كان يصيح بالحق ويكبر مع المسلمين. توفي هناك، ولكن قبل وفاته فيما يروى في السير أتى إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمر فيسلم ويقف عند قبره صلى الله عليه وسلم، فرآه الصحابة فبكوا، يلتزم الصحابة على صدره ويبكي رضيا. قالوا سألناك بالله، سألناك بالله يا أبا عبد الله تؤذن أذان واحد نسمع صوتك؟ كان صوته نسيجا لديا عذبا يصل إلى القلوب مباشرة. قال ابنك بس أنا، فوقف يؤذن، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله التفت إلى القبر فبكى، فبكى الناس، ثم مات، ومات في الشام في حمص. على أرجح الأقوال يقول في سكرة الموت غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلتقي في الجنة، غدا في الفردوس الأعلى. هذا بلال رباح. أذكر لكم قصة من قصص فاروق الإسلام، فاروق الإسلام أبو حفص، فاروق الإسلام أبو حفص، يقول الحافظ إبراهيم يحيي أبا حفص يقول يا رب هب لي حسبي وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها. 180 بيت
أجمل قصائد حافظ إبراهيم شاعر وادي النيل. يا رب هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النام قاضيها، كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى أخذ الدنيا ومعطيها. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لي لها من أين لي ثمن الحلوى فأشرب. مواقف خالدة. أتى استشير الناس عمر في أعظم مؤتمر يعقده في حياته، مؤتمر سوء القرار التاريخي، يتخذ أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب يقرر إسقاط دولة المجوس، دولة فارس، دولة الكفر، دولة الإلحاد والطاغوت. ولذلك هم يحملون الصفويون الآن الفرس المجوس يحملون ضغينة لعمر بن الخطاب، وقد بنوا قبة على قبر أبي لولة المجوسي يقولون أو على مكانه أو رمزا له يطوفون به ويقدسون قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويلعنون أمير المؤمنين رضي الله عنه. قرر يستشير الناس، يعقد برلمان ليتخذ قرار القادسية، القادسية العظمى، القادسية العظمى. قرر أن يستشير في اختيار القائد. قال للصحابة العشرة المسلمين فكروا لي في قائد يعني يقود المعركة القادسية. فأتى عبد الرحمن عوف أمس وليلة يفكرون ويديرون الأسماء. أقبل عبد الرحمن عوف أحد العشرة إلى عمر، وجدت الأسد في براثن، وبشر وجدته، اكتشفته، وجدت القائد. من؟ قال سعد بن أبي وقاص. صدقت الأسد في براثن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج سعد بن أبي كان قوي الجسم، مفتول الذراعين، واضحة الطلعة، منشرح الصدر، سليم القلب. إذا رأس الأسد قال هذا خالي فليرني كل الخالة. يقول هذا خالي، عندكم خال زي هذا؟ يقول سهل. وقال علي لم يفدي أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم بأبويه إلا سعد، ما قال في ذاك أبوه إلا سعد. يقول كان رمايا، يقول أنا أصير في العشرة عشرة، هو سعد الله يقول في نفسه، يقول أعطوني بارزوني أنا أصير في العشرة عشرة 100%. فكان صلى الله عليه وسلم ينذر له السهام يوم أحد ويطلق في قرص. شوف من القوة ومن الثقة بالنفس يقول سعد الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين تريد أن أضربها يعني في الكافر بين عينيه؟ قال نعم بين عينيه. فيضربها فيضحك صلى الله عليه وسلم. قال تريد جبهته يا رسول؟ قال نعم جبهته. قال رسول تريد خده؟ قال نعم. قال في خده. فيتبسم صلى الله عليه وسلم والله أحد أصحاب مني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ وجوده من دقة الصوت الصعب ويخرج له السهام طبعا من حديد مسلولة في الخشب. قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان ذراع سعد مخدودا وفاد وكان يسمي ويطلق. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعوته وسد رميته، اللهم أجب دعوته وسد رميته، اللهم أجب دعوته وسد رميته. هذا الإمام ولا طبعا عمر لابد يستشير المسلمين بعد اختيار القائد. جلس في دار الندوة البرلمان، قال يا أسلم الحرس طبعا عند الباب، أدخل المسلمين على حسب مراتبهم، أخبرني أولا من المسلمين عند الباب. فصاح يا أمير المؤمنين. قال نعم. هذا أسلم قائد الشرطة طبعا قائد الحرس مع عمر. قال في الباب أبو سفيان. أبو سفيان قائد الحملات في أحد وفي بدر ضد رسول الله، من أكبر كفار قريش أسلم في مكة. قال ومن؟ قال الحارث بن هشام أخو أبو جهل من أكبر الناس، أسلم وقتل شهيدا في اليرموك. قال ومن؟ قال سهيل بن عمرو سيدهم صاحب المعاهدة في الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طرفا كاملا وفصيح. قال ومن؟ قال حكيم بن حزام المليونير أكبر غني.